قضية الهجرة غير الشرعية هاجس كبير يؤرق دول الاتحاد الأوروبي منذ سنوات، وسبل مكافحتها لا تزال تحتل موقعا متقدما في أجندته السياسية. فعلى الرغم من أن رحلات الهجرة غير القانونية عبر البحر المتوسط انخفضت بشكل كبير، حيث لم يتمكن من الوصول إلى أوروبا هذا العام سوى 45 ألف شخص، إلا أن الأمر ما زال يشكل تحديا للاتحاد. الأمم المتحدة قالت إن إقامة مراكز جديدة في أنحاء منطقة البحر المتوسط للتعامل مع المهاجرين لن تقدم حلا نهائيا لمشكلة المهاجرين. المستشارة الألمانية أنجلا ميركل وافقت على إقامة مراكز مهاجرين على الحدود الألمانية، الأمر الذي يكشف مدى عجز الاتحاد عن الاتفاق على سياسات مشتركة بشأن الهجرة. لكن أحد الأمور القليلة التي اتفق عليها زعماء الاتحاد الأوروبي هو النظر في إقامة منصات لرسو السفن للتعامل مع من تم إنقاذهم من رحلات العبور البحري الخطيرة. المنظمة الدولية للهجرة ومعها مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين سيديران المراكز الجديدة. وأشار رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي في المنظمة الدولية للهجرة إلى أنه من الممكن تعزيز 10 مراكز مهاجرين موجودة حاليا في اليونان وإيطاليا، وإضافة مراكز في مالطا، لكنه أوضح أن فتح مراكز مشابهة في الطرف الجنوبي من البحر المتوسط كما ترغب دول الاتحاد سيستغرق وقتا. وبناء على المواقع التي يجري فيها إنقاذ المهاجرين، فإنه من المقرر أن يتم نقل المهاجرين إلى الاتحاد الأوروبي أو مراكز إفريقية، لكن تحمل عبء استقبال طالب اللجوء في الدول الأوروبية يثير انقساما قويا بين دول الاتحاد منذ عام 2015، وهو ما يدفع دول الاتحاد إلى اللجوء إلى الدول المصدرة للمهاجرين لاستضافة مراكز مهاجرين جديدة.